أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: ما هي الوسائل الروحية لزيادة الرزق؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد، فضيلة الدكتور محمد، فيما تفضلت به معاليك في طرح هذا السؤال حول وسائل زيادة الرزق في الإسلام، نقول باختصار وبالله التوفيق: لا شك أن وسائل زيادة الرزق في الإسلام يحدث فيها خلط كبير بين القانون الاقتصادي الآلي المادي وبين القانون الرباني الإيماني الروحاني. بمعنى، يظن الكثير من الناس كما يقول علماء الاقتصاد أن من وسائل زيادة الرزق ومن أهمها أن يبذل الإنسان جهدا أكبر، وأن يعمل ساعات عمل أكثر، وأن يبذل وسعا أكثر وأكثر حتى يحصل مالا أكثر وأكثر، وحتى يوسع الله عليه رزقه. وهل الإسلام يرفض هذا المبدأ؟ أبدا، بل إن الإسلام يقر ذلك. رب العالمين علمنا: وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي علمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وعندما أمسك بيد الصحابي فوجدها قوية خشنة قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس رعي الغنم ليكسب رزقه وقوته ومن يعول. والسعي والجد والاجتهاد وبذل الوسع والعرق لتحصيل الرزق من أهم الوسائل التي أقرها الإسلام ولا يرفضها، ولكن ليست هي أهم الوسائل. هناك أيضا ما يمكن أن نسميه الوسائل الروحية لزيادة الرزق، وأولها تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن رب العالمين تبارك وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا تقوى الله؟ لأن الإنسان قد يسعى، والعياذ بالله، يسعى بما يغضب الله ويكسب بما يغضب الله، والوسائل التي تغضب الله سبحانه وتعالى وسائل غير مشروعة، عن طريق الضغط وعن طريق الغش وعن طريق التدليس وعن طريق الرشوة أو عن طريق المحسوبية وغيرها وغيرها من الوسائل التي يرفضها الإسلام. هذا الإنسان بالفعل بذل جهدا ووسعا، لكنه بذلها بما يغضب الله واكتسب بما يغضب الله وأنفق فيما يغضب الله تبارك وتعالى. إذن نزع هذا الإنسان التقوى من عمله، فمهما اكتسب لا يمكن لرب العالمين تبارك وتعالى أن يبارك له فيه، وإذا بارك له في سعي فليعلم أنه مستدرج. فإن الإسلام علمنا أن الله عز وجل إذا غضب على عبد رزق أو الحرام، وإذا زاد غضب الله بارك له في الحرام. إذن من الوسائل التي تؤدي إلى زيادة الرزق الوسائل الربانية أو الروحية والإيمانية أن يعيش الإنسان وأن يسعى وأن يكسب بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا على الإنسان أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى وراضيا بما قسمه الله عز وجل له من الرزق. فرب العالمين تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وليسأل كل منا نفسه: منذ متى عندما أمسك الإنسان براتبه الشهري أو بدخله اليومي أو بما اكتسبه أو بما قدره الله له، منذ متى، يعني إمتى آخر مرة أمسك الإنسان بكسبه ثم ضمه إليه وقال: الحمد لله على ما رزقني الله عز وجل به؟ قليل جدا من يفعل ذلك. فنسينا في زحمة الحياة وتكالبنا على مشاغل الحياة نسينا أن نشكر الله، لأن الشكر من أهم وسائل زيادة الرزق. قال ربنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وتعلمنا أن سيدنا هارون الرشيد عندما دخل مسجدا من مساجد بغداد فوجد غلاما صغيرا 10 سنوات يقرأ القرآن بخشوع وتدبر وبإحكام، فقال له: أيها الغلام، ابن من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: الذي مات أبوك منذ شهور؟ قال: بلى. قال: يعني أتأذن لي يعني أن أتكفل بك، زي ما بنسميه في المصطلح المعاصر أن يكون الراعي الرسمي لهذا الإنسان، لكن كان هؤلاء يرعوا يعني قارئ القرآن والمتعلمين وغير ذلك. فقال له الغلام: تطعمني إذا جعت؟ قال: بلى. تكسوني إذا تعريت؟ قال: بلى. يعني تسقيني إذا عطشت؟ قال: بلى. قال: تدخلني الجنة؟ قال: لا.
أما هذه فليست لي هي لله. قال إذن اتركني إلى الله عز وجل الذي يطعمني إذا جعت، يكسوني إذا تعرض، يسقيني إذا عطشت، وفي النهاية عندما أحمد الله عز وجل وأشكره يدخلني الجنة، ثم لا يمن علي بشيء مما رزقني به. إذن تقوى الله ثم شكر النعمة بعد العمل والجد والاجتهاد من أهم وسائل زيادة الرزق في الإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. أحسنت فضيلتك، ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القائمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.